أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم تاني ومعانا العالمي الأستاذ أحمد أمين. أستاذ أحمد أهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. وحشني والله. وحضرتك أكتر والله. هي فترة ما شفتك. طبعا من ساعة أحسن لاعب في الإنجليش بريمير ليج محمد صلاح، تتويج محمد صلاح، حلقة كانت حلقة تتويج صلاح، من ساعتها كان يوم حد برضه. احنا بنجيبها زي ما في المناسبات العالميه يا كابتن. يا باشا ده شرف ليا والله. انا اصلا يعني اي وجود مع حضرتك حتى المداخله التليفونيه بتبقى بتشرفني، والحمد لله بتعمل يعني الحمد لله بتالي بنسيب افكت او بنعمل صدى كويس زي موضوع طارق حامد. يعني الحمد لله بتالي كنا من الناس اللي فوقت طارق احمد الشناوي، فوقناه لعيبه الزمالك كتير برضو، ضغطنا وقرصنا عليهم شويه وقلنا ان هم يعني قلنا كلام جامد شويه عليهم. الحمد لله رب العالمين. يعني دي بتخلي الواحد سعيد وبيخليه حس ان هو يعني مهما اتشتم او الناس ضايقت منه، انما ما بيلاقوا النتيجه الحمد لله بتتحقق. الحمد لله دي بتسعدنا جميعا. نتمنى التوفيق طبعا باذن الله رب العالمين للزمالك، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. عايزينهم بس نفس الروح، بس بغض النظر عن الاداء، الجرينتا، نفس روح الاهلي، نفس روح الانتاج الحربي، نفس الروح دي، الروح دي مع الاخلاص، التفاني في الشغل في العمل، وربنا سبحانه وتعالى بيوفق المستويات والفنيات في الدوري المصري واللعيبه المصريين كلها. على فكره انا بستمتع قوي بكلامك. الله يكرمك. الله بجد عارف، بحسك يعني عارف الزملكاوي الاصيل اللي معجون المخلص قوي. تمام. وانا قاعد والله اقعد باصص لك كده يا استاذ احمد، ببقى مستمتع بكلامك وببقى مبسوط جدا ان في زملكاويه محترمه ومخلصه زيك كده. الله يكرمك. الله يكرمك. انا حاسس ان الزمالك فعلا حب الزمالك فيه طالع من عينيك وانت بتتكلم. والله والله دي طبعا اصل ده موضوع وراثي طبعا، عيلتي كلها، والدي الله يديله الصحه وهو متابع لينا جدا ويحب حضرتك جدا، ويعني ربنا يديله الصحه طبعا، واخواتي والعيله عندنا الحمد لله. وبعدين كمان انا بقيت مثقل بهموم كالجبال الزملكاويه يعني بيحبوك جدا كمان وناس كتير قوي قوي نفسها صوتها يوصل لحضرتك. يعني شرف. انا لازم اقول قلت حاجه من شويه يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك. يعني انا قلت لو اطول ابوس على راس ال 40 مليون زملكاوي اللي موجود في مصر، والله العظيم ابوس على امبارح على اللي عملوه مع الزمالك. الله عليك. الله عليك بجد. الله يعني والله الله العظيم بجد. الحمد لله رب العالمين. انا برضو ساهمت وعملت فيديو لايف بعد ما عرفت الخبر على طول بتاع المستشار السعودي تركي آل الشيخ، والحمد لله رب العالمين بعديها او انا بعمل الفيديو الحمد لله التفاعل زاد جدا جدا والهاشتاج طلع. يعني الحمد لله كنت من الناس اللي حركوا الموضوع الحمد لله. يعني الفيديو موجود وموثق وقبل ما يطلع قراره. تمام بالظبط، قبل ما يطلع قراره الحمد لله موثق بالتاريخ وبالميعاد بتاعه الحمد لله. انا كنت عامل بوشنج للزملكاويه، وانا واحد من الناس انا لا اعترض على موضوع ان يبقى في رئيس شرفي لاي نادي، انما رئيس شرفي يعني ايه؟ يعني شرفي يعني حاجه كده ايه يعني ايه ده حاجه شرفيه، مش تكليف، مش ليك منصب جوه النادي. رئيس شرفي يعني ايه؟ يعني من بعيد. يعني رحمه الله للشيخ عبد الله الفيصل، عشان بس الاهلاويه اللي بيزعلوا، الراجل ده كان رئيس شرفي النادي الاهلي، راجل محترم جدا، صاله النادي الاهلي في الجزيره باسمه. أيوة. الراجل هو اللي عامل الصاله. مش عيب خالص. مش عيب. انت بتدعم الفريق من حبك ليه، انما مفيش حاجه اسمها انك تيجي هوب تعالى بسرعه طياره خاصه، هوب تعالى يخش النادي بعربيه كهرباء، البادي جاردات، الكابتن الخطيب بيجري وراه. عيب، ده انت الكابتن الخطيب، انت بيبو، انت رمز النادي الاهلي. انا بجد زعلت جدا وانتقدت القصه دي، والاهلاويه المحترمين والله ساعتها وقفوا معايا وقالوا لي معاك حق. وطبعا اتشتمت من ناس كتير جدا. ادي الايام اثبتت القصه. انت مين عشان تخش نادي الاهلي؟ انت مين انت اللي تقعد مع عبد الله السعيد؟ انت مين انت اللي تتفاوض معاه؟ انت مين اللي تمضيه؟ انت مين اللي تخرج تتصور معاه؟ انت مين اللي تخرج مع بعد كده مؤتمر صحفي؟ بعد كده لقاء مع شوبير؟ احنا هنجيب صفقات عالميه، اللي يخاف من الاسد ما يلعبش معاه. انت من تكون؟ ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ده مش قليل، ده صالح سليم، ده حسن حمدي، ده ناس تقيله قوي. انما انت عايز تبقى رئيس علينا. بس انت اتبسطت من جمهور نادي الزمالك امبارح؟ يعني طبعا عجبك؟ طبعا طبعا طبعا. اوفى واخلص انا قلتها، ومصطفى الاغا، الاستاذ مصطفى الاغا في الام بي سي، وعمل الاستفتاء طبعا من اعظم واوفى الجماهير على مستوى العالم اجمع. طبعا جمهور نادي الزمالك قاطبه ما فيش حد يتحمله، ده بيتحمل ما لا يطيقه جبال. فيعني انا قلت ما اروعك ما اعظمك. طبعا طبعا بجد. صابر ومتحمل وما بيملش ولا بيكل ولا بيمل فعلا. وممكن يضحوا بحياتهم، ولو هو النادي يعني زي جميل بروسيا دورتموند لما النادي كان بيتباع خلاص، الناس قامت وهبت وتبرعت وقوموا النادي، ورجع النادي خد دوري وخد كاس المانيا، وصل نهائي تشامبيونز ليج، جماهير الزمالك لا تقل او ممكن تزيد كمان. فبجد يعني كل اللي بيحصل ده عشانهم، كل اللي بيحصل ده توفيق ربنا يعني. واللعيبه قلنا لو تحس بس جمهور الزمالك تحسه جمهور طيب جدا جدا. لا وواعي يعني. بص حضرتك يعني عايز نقارن بس بين حاجتين. الزمالك اما بيبقى وحش كلنا بنطلع وبنهاجم المدير الفني وبنهاجم. انا بس عايز مثلا حتى كابتن حسام البدري، نفسي مره افتكر، نفسي حسام البدري مثلا يطلع في مره يقول ايه، انا كنت وحش
لعيبتي ما كانوش على طول بيبقى الحكم على طول على طول على طول اسطوانه محفوظه يعني يعني ضربه الجزاء اللي اتكلموا اللي في ماتش الاهلي والترجي مظبوط انا شايفها ضربه جزاء سليمه صعب هي صعبه جدا بغض النظر حتى لو سليمه ده يعني ممكن ببوز القدم ايده متقدمه الايد طبعا ليست جزء من اللعبه ما تحتسبش اوف سايد في قانون طبعا الكره القدم انما هي لعبه صعبه جدا والغلطه دي بتبقى غلطه الريفري اسيست الحكم المساعد ليس الحكم الملعب صله بيها يعني بص حتى جهل الناس بقوانين الكوره يقول لك الحكم ظالم وذبح الاهلي وقبل كده يا عم ده الاوفسايد دي لعبه اصيله للحكم المساعد ولا يملك اي حكم في العالم بالتاريخ عارف حضرتك جون حسن شحاته القصه التاريخيه دي اللي احتسب كان ساعتها محمد حسام الدين مظبوط كان هو حكم الملعب كان هما دايما بيعملوا حاجه غريبه كده كانوا بيجوا في الماتشات الاهلي والزمالك بيعينوا طقم حكام مصري بس كانوا بيجيبوا الاثنين اللي هما كان ساعتها اسمه حامل الرايه بقى مش الريفري اسيست مش حكم مساعد كانوا بيجيبوا هما الاثنين حكام برده ملعب حكام ميد فيلد حكام نص ملعب حكم ملعب حكم ساحه فكانوا فاللي حسب الاوفسايد ساعتها كان اسمه عبد الرؤوف عبد العزيز والراجل ده شطب من سجلات اتحاد كره القدم انما كابتن محمد حسام كان ذكي جدا طلع تاني يوم على طول في الجرايد من شتات قال لك انا شايف الجون صحيح مليون في الميه انما لا يملك حكم في العالم في لعبه الاوفسايد ان يعدل على قرار انت حكم شايف الهدف بتاع الاهلي والترجي ايه والله صعب جدا جدا انما انا يعني هي ايده متقدمه انما اعتقد ان رجله مش متقدمه ممكن يكون على نفس اللاين فارجح ان هو يكون هدف ترجيح يعني بص انا وانا بشوف الفيديو الناس مستصعبها جدا ما بالك بقى على الحكم يعني اكيد الحكم المساعد ده ما اقدرش الوم عليه فليه الثوره قوي دي ان الاهلي اتذبح ليه انا مش شايف هو دايما كابتن حسام من وجهه نظر حضرتك ان هو يعني على طول نفسي على مره يقول الفرقه اللي قدامي الاسيوطي مثلا عمل ماتش حلو فيستحق عمرها ما تتقال لا دايما انا الحكم ذبحني ضربه جزاء برضه نفس القصه اللي طلع الكابتن عصام عبد الفتاح قال اتحدى ده كابتن عصام عبد الفتاح من كتر نرفزته من حسام البدري قال ايه قال انا مستعد اوديها للفيفا ولو الفيفا قال انها ضربه جزاء صحيحه قال اقسم بالله العظيم انا هعتزل كره القدم بص الراجل من كتر الضغط النفسي اللي عليه قال ايه وطبعا جمال الغندور اقرب انها مش ضربه جزاء الكابتن احمد الشناوي قال انها ضربه جزاء يعني بص حتى في اختلاف لعبه صعبه برضه مش هي دي اللي ذبحت طب ما انت ليك وليه ما بيبقى ليك بتقول هي متعه كره القدم هو نفسه ساعه بلينتي مصر المقصه جهاد جريشه قال المتعه جزء من متعه كره القدم انا الصراحه يعني لازم نبقى عقلانيين شويه لازم عايز تقول لما ابقى مهزوم اطلع اقول الحقيقه ولا بالزبط. انا مهزوم ان انا سيء او مش فاهم انا مش كويس افتقدت اللعيبه مثلا كانوا يعني انا شايف بصراحه انا يعني عارف متضايق جدا على النادي الاهلي وعذر جمهور الاهلي انا حاسس ان اليومين دول بيعيش في حاله نفسيه صعبه جدا بسبب الهزائم المتتاليه دي طبعا ان هو اتغلب من تمام من الزمالك واتغلب من الاسيوطي 2-1 ومتعادل 1-0 وتعادل مع الترجي بلا اهداف بص يعني انا برضو لازم جماهير الاهلي يبقى عندها ثقافه ووعي ان 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 الدنيا بتروح وتيجي مفيش فريق هيفضل يكسب على طول ما برشلونه اهو يعني كسبان دوري وكسبان كاس خرج في تشامبيونز ليج 4-1 مغلوب 3-0 الدنيا بتروح وتيجي مفيش فريق هيكسب على طول وفريق هيخسر على طول ولازم عند جمهور الاهلي الثقافه دي بالعكس عشان يستمتع بطعم الفوز مباراه كبوة خرج من كاس مصر يكسب ان شاء الله كسبان كاس مصر السنه اللي فاتت على حساب المصري يكسب السنه الجايه ان شاء الله لعيبه الاهلي مرهقه يا استاذ احمد لازم برضو جمهور الاهلي انا بقول لهم اهو لعيبه الاهلي اكتر لعيبه مرهقه في مصر لان لعيبه الاهلي معظمها قوام منتخب مصر ما بياخدوش ريست او بريك او اللي هي الراحه السلبيه بين في تلاحم مواسم جامده جدا الله يكون في عونهم عبد الله السعيد مستواه المنحدر مع المنتخب ومع الاهلي في التشامبيونز ليج الافريقي السنه اللي فاتت كان بسبب ان الراجل ما بيرتاحش مات موتوهم بصوا على لعيبه الاهلي في اخر ماتش الاسيوطي جميع الاهلي اللي تفهم او المحللين اخر ربع ساعه لعيبه الاهلي مش قادره الاهلي بتاع بقى الوقت الضايع واخر دقايق مش قادره الحمل البدني لان خلاص في اخر موسم بيفنش موسم وضغط مباريات وتلاحم مباريات فلازم نعذر لعيبه النادي الاهلي يعني مش على طول هنكسب مش على طول هنخسر ولازم يبقى في الكونسبت المعروف او ان يوم ليك ويوم عليك طبعا لا الرياضه مكسب وخساره مفيش فريق هيكسب على طول جميل النادي الاهلي غريبه جدا اي خساره عندها الدنيا بتولع طبعا حضرتك بتشوف انا عندي بقول لك انا والله معايا اخويا انا يمكن قلت الكلام ده الاستاذ احمد الخضري تمام يوم مباراه الاهلي والزمالك لقيت حاجه غريبه جدا لقيته تعبان ما نامش إيه طب ايه يا جماعه اللي حصل يا استاذ احمد هو مش ماتش بطوله يا استاذ احمد استاذ احمد معايا واحد صاحبي دخل المستشفى السكر عنده عالي طب يا جماعه ايه ده في ايه انا كنت بتفرج انا اتفرجت على الشوط الاول مع والدي في البيت وبعدين كان عندي جيم انا قلت ايه ماتش الاهلي والزمالك قلت ايه هكمل في الجيم نزلت بين الشوطين انت نزلت ما حضرتش مباراه بين الشوطين بين الشوطين رحت اكمل في الجيم كويس عشان انا ملتزم ميعاد الجيم وانا ماشي بالعربيه
يعني عشان بس الناس برضو تعرف يعني برضو حته احترامي شديد دي. انا بقول لا مصر غالبيتها اهلاويه من مصر غير الدول العربيه. انا ماشي بالعربيه اقسم لك بالله العظيم عارف افتكرت 25 يناير و28 يناير الدنيا كاني في حاجه في البلد حاجه هاديه الكافيهات تحس انها مفيش حد عليها هي مليانه انما ما هو 2-0 النتيجه 2-0 النتيجه الدنيا بص مفيش كلمه اقسم بالله العظيم زي بقول لحضرتك كده الدنيا ميته حزن وحداد مفيش نفس الشوارع فاضيه. دخلت الجيم انا حكيت القصه دي لايف عندي في على الفيسبوك الجيم كان فيه حوالي 30 واحد اقسم لك بالله الجيم بالكامل 30 واحد ما عدا في واحد اسمه كابتن اسماعيل في الجيم الوحيد اللي مشجع للزمالك. ال 30 واحد سايبين التدريبات واقفين قدام التلفزيونات يعني عدد جماهير الزمالك 44 مليون يعني والله يا استاذ احمد انا ما اعرفش الرقم انما انا اللي بشايفه الصراحه وقلتها قبل كده ممكن يكون بره القاهره يعني ولا ممكن الله انا حساباتي انا لا جماهير الاهلي غالبيه واكتر من جماهير الزمالك شعبيه. بص يا استاذ احمد تاكد ان لو وصل في يوم من الايام ان حصل ايكولايز او تساوي ما بين جمهور الاهلي والزمالك في الشعبيه وفي العدد الدوله هتعرف ومش هيبقى في تحيز. ولو شعبيه الزمالك زادت الدوله هتتحيز للزمالك ولو شعبيه المصري البورسعيدي زادت الدوله هتتحيز للمصري البورسعيدي. الدوله معذوره في انها بتحب النادي الاهلي وسياده الوزير خالد عزيز لما قال التقرير الامنيه بتيجي فعلا ده اللي انا قلته والله لاحظته زي ما بقول لحضرتك اهو وانا نازل بين الشوطين فعلا والله العظيم الدوله بتهدى والناس بتنام مبسوطه وسعيده بفوز النادي الاهلي. الغالبيه العظمى من مشجعي كره القدم في مصر ينتموا للنادي الاهلي. ده حساباتي واحصائياتي واللي انا شايفه بعيني يعني بقول لحضرتك انا شايف حاجه غير كده مع اذنك ممكن يعني كنت عشان عايش هنا متقوقع في القاهره ممكن ممكن انا بقول دي على مستوى القاهره ممكن القاهرة ممكن اقاليم لا انا ما اعرفش طبعا الدول العربيه لا انا يعني انا اللي اعرفه ان الخليج شعبيه الزمالك اعلى والشيء بالشيء يذكر برضو يعني انا ايهاب ده توصيه خاصه في حد ايهاب الشامي ده كبير مشجعي الزمالك في سوريا الشقيقه طبعا سوريا العزيزه على قلبنا جدا يا رب يا رب يا رب ربنا يعني يومهم بالسلامه وتنحل الازمه والشعب السوري الشقيق ده كبير مشجعي الزمالك في سوريا محمل سلام خاص لحضرتك محلفني كذا مره هو فان من الفانز عندي ان محمل لك سلام خاص والبرنامج اسره البرنامج وبيقول لك في سوريا كل الناس بتتفرج عليكم وبيقول لك الغالبيه العظمى من الشعب السوري زملكاوي ده كلام ده كلام استاذ ايهاب الشامي في الاستاذ حسن العربي بلغه تحياتي طبعا طبعا هو متابعنا على الهوا لسه قبل ما ادخل متواصل معايا على على على, على, على الفيسبوك الاستاذ حسن العربي واسلام داوود دول الصراحه كل يوم يبعتوا لي عايزين يسلموا على حضرتك ونفسهم يكونوا اصدقاء ليك على الفيسبوك الاسمين دول قلتهم من كتر ما هم بيلح علي ده فوق دماغي فوق دماغي حسن العربي واسلام داوود واستاذ ايهاب الشامي في سوريا تحياتنا ليه والشعب سوريا الشقيق الحبيب وان شاء الله سوريا ترجع تاني ذره وجوهره العالم العربي والشام وجميله وباذن الله نروحها نزورها كلنا باذن ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين. عايز اخدك من الزمالك ومن الاوضاع ومن همام الاهلي ومن اللي حاصل وكده عايزين ندخل في العالميه وبرشلونه وريال مدريد النهارده وشفت المباراه ازاي. نخش برشلونه الاول ولا نتكلم حته عن صلاح الاول؟ عايز بس اطمن المصريين على محمد صلاح. بس انا شايف ان صلاح محسود يا كابتن ولا حاجه. بص يا كابتن احنا برضو ايه ما احنا هنرجع لنظريه الحسد والسحر والكلام ده. بص انا قلت السحر انا شايفه في حاجه هقول لحضرتك هو في حاجتين عشان بس الناس برضو تفهم. انا الحمد لله دايما بحاول اوصل لجمهور حضرتك وجمهور الملعب الشريف والال سي الحقائق بحاول افهمهم شويه ايه الكوره صح. تمام في عاملين العامل الاول طبعا ازمته مع اتحاد الكوره المصري وطبعا دي ازمه وحشه جدا والاول مره صلاح يكتب كلام اللي قال لك انا فوجئت ان التعامل لم يتم بالاحترام الكافي وكان في كثير من المهانه. لما يطلع من محمد صلاح اللي انا قايل عليه ابن النيل الفلاح النبيل الاصيل كلام زي ده يعني خلاص يعني فاض بيه. بس اتحاد الكوره النهارده طلع بيان وخلاص فندم امتى؟ النهارده. بص حضرتك قعدوا قد ايه؟ نفسه النهارده يا استاذ احمد فودافون العالميه ما بترحمش. انت عارف حضرتك ان محمد صلاح معرض ان هو يمنع من اللعب في كاس العالم ومع ليفربول؟ مش للدرجه دي لا يا فندم والله ده عقود يا فندم الحاجات الكلام ده صح لو يعني. والله لو فودافون العالميه اشتكت بالعقود بتاعتها للفيفا ما فودافون مركز العالم الفيفا يا فندم بتشتكي للفيفا بتقول له الراجل ده اخل بالتعاقد بتاعه معايا وراح حط اعلانه على شركه منافسه يا ريتها شركه عاديه طب في شرط منافسه بس يا استاذ احمد ما ممكن يبقى في شرط جزائي بينه وبينك في خلاص اتعاقد ادفعه خلاص ايوه ما هو بيبقى في شرط جزائي وفي برضه مانع من الممارسه الاثنين ما هو ده في العقود امال هو قلق ليه فده عمل له دروب في مستواه باين جدا الحاجه الثانيه برضه عايز الناس تفهمها يا اخوانا محمد صلاح الحمد لله وصل لدرجه قويه جدا من الاحترافيه والعالميه. محمد صلاح بيعرف ازاي وامتى يلعب وفين يلعب. يعني محمد صلاح هو بقى له ثلاث مباريات متوقف عن التهديف اللي هي المباراه بتاعه ستوك رمضان صبحي اللي هو هبط
ما حرصش فيها اللي هي انتهت تعادل سلبي، ومباراه العوده عارف يا استاذ احمد مع روما ومباراه النهارده مع تشيلسي. بص ليفربول وضعه اولا طبعا مباراه روما كان 5-2 والنتيجه لحد الدقيقه 85 كانت بتشير لايه؟ ل 3-2 2-2 اسف كمان. يعني صعب جدا جدا ان روما ترجع. الفريق كله ضعيف يا كابتن استاذ احمد، يعني مستوى الفريق كله ليفربول هو برضه ليه؟ هو كان تعبان. بص هو مش عايز حد يصاب، مش عايز حد ياخد ايقافات. انت دلوقتي لو صلاح لا قدر الله زي رونالدو النهارده في ماتش الكلاسيكو اللي هنقول عليها، صلاح النهارده لو اتلمس لمسه كده ايه العواقب؟ انتهى موسم الموسم بتاعه، مش هيلعب نهائي التشامبيونز ليج في كيف 26 مايو، مش هيلعب كاس عالم. اللعيبه برضو في الفتره دي طبعا بتخافش قوي على نفسها. فصلاح ذكي. بص حضرتك انت تخيل لو كان مثلا روما تقدمت 2-0 في اول ربع ساعه، كنت هتشوف صلاح تاني وفيرمينيو تاني وساديو ماني تاني وكل اللعيبه كانت هتنتفض والله زي ما بقول لحضرتك. وميلنر هيبقى ماتش صعب، ماتش طبعا يوم 26 طبعا طبعا. اللعيبه بتحافظ على نفسها عشان حاجتين، عشان النهائي وعشان كاس العالم. فصلاح برضو ذكي في كده. ماتش النهارده قدام تشيلسي، ليفربول ثالث دوري، هيبقى رابع في الاخر او ثالث، يعني كده كده مش 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 هيتغير عن كده. لاعب تشامبيونز ليج، لاعب تشامبيونز ليج، هو نفس موقف ريال مدريد. لا كده كده، ولو كسب باذن الله رب العالمين هيشارك بصفته حامل لقب التشامبيونز ليج. فالراجل بيلعب على قد المتاح. طبعا النهارده بيلعبوا برضو على قد هم واخدين تعليمات، ده كان ممكن ما يلعبوش خالص. إيه هو ظلم برضو النهارده شويه، هو كان بيجرب على فكره. لو الناس خدت بالها لو ليفربول كسب هيبقى 75 نقطه يا كابتن استاذ احمد. كويس ماشي، هيوصل ايه تاني؟ توتنهام هتبقى ماشي. توتنهام هتبقى كام؟ 77. ما انا بقول لحضرتك ايه اللي هيفرق. هو دلوقتي ثالث ليفربول، هينزل يبقى رابع، هيطلع يبقى ثاني، اول ثاني ثالث رابع الانجليش بريمير ليج، بيشارك في التشامبيونز ليج، مش هتفرق كتير. ممكن ما يشاركش طبعا يا كابتن. ليه؟ لو نزل عن الرابع. طيب هو ده، هو بقول لك ثالث، مش هينزل اقل من الرابع. وبعدين ده لو كسب للتشامبيونز ليج هيشترك. تشيلسي في المنافسه يا كابتن. طب ما هو ماشي، ما هو تشيلسي في المنافسه ماشي. هو تشيلسي النهارده لما كسب وصل كام بونت؟ 69. طيب كويس، بقى مرتبه فاضل له ماتشين. فاضل له ماتشين، ما هو مركزه كام دلوقتي؟ ما انا بقول لحضرتك اسوء الظروف، هياخد رابع، هياخد خامس، يكسب للتشامبيونز ليج يشترك. انت حضرتك الدوافع ايه؟ تاخد الشامبيونز ليج، والشامبيونز ليج دي انك تاخدها تاهلك انك ممكن جدا تاخد بالون دور، ولا كل املك انك تلعب ماتش تتصاب فيه، ولا يحصل لك فيه حاجه ما تلعبش وما تلعبش كاس عالم؟ فانت بيحافظ عليك. يورجن كلوب الالماني النهارده جرب طريقه الناس لو تاخد بالها. صراحه النهارده بيلعب راس حربه صريح يا اخوانا، ما كانش بيلعب النهارده جناح او شادو سترايكر، بحطه في منطقه الجزاء لانه برده عنده ممكن يحصل له ازمات في ماتش النهائي، انه محتاج. ليفربول ما عندوش راس حربه صريح، ومن قبل ما يمشي كوتينيو وفيرمينيو وساديو ماني ومحمد صلاح، الاربعه بيلعبوا زي بوزيشن 10 او اجنحه او شادو سترايكرز، ما عندوش سترايكر صريح. فكان بيجرب طريقه كلوب ما بيعتمدش على راس حربه معينه بالظبط. النهارده جرب صلاح راس حربه معين. اي واحد النهارده بيتابع، لو هم يجيبوا لنا هايلايتس الاستاذ محمد او الاستاذ امين، محمد صلاح النهارده طول الوقت تقريبا جوه، حتى بين الشوطين كان بيحلل ابو تريكه، قال ان النهارده صلاح بيخش جوه بسرعه قوي. ده بيجرب يا اخوانا، ده فكر مدرب. ما هو ممكن قدام ريال مدريد يتزنق ان هو عايز يجيب جول متاخر في النتيجه، فلازم يزق واحد يخليه يبقى سترايكر صريح. يزق مين؟ فانت بتجرب. فما اقدرش احكم على ماتشات زي دي، في دوافع وفي حاجات انا بعملها في الماتش عشان يعني انا عايز ايه فبعمل ايه. فممكن ما لعبوش، ممكن العبه بطريقه ثانيه، ممكن اقول له حافظ على نفسك. لو اتلمس يا استاذ احمد خسائر جامده جدا جدا. طب اسالك سؤال بصفتك راجل محلل، يعني النهارده لعب باثنين باك يمين صح؟ تمام. طب ايه رايك، ايه وجهه نظره يعني؟ برضه بيجرب، ما هو دي فكره يعني. طب ايه انا مش فاهم، اول مره اشوف الحكايه دي. عايز يعمل لاين، عايز يعمل خط. بص هقول لحضرتك خطوره ريال مدريد فين؟ يعني خطوره ريال مدريد فين؟ اسال اي حد. اخطر واحد في ريال مدريد مين؟ مارسيلو. الناحيه الشمال بتاعه ريال مدريد صح؟ الراجل عامل بيفكر. طب بص صلاح هيبقى تقيل على مارسيلو برضه. يورجن يعني كلوب صلاح مش ماشي. ما انا بقول لك هيلعب على مين صلاح؟ كويس. طيب صلاح بينقله، هو بينقله ما بيحطوش في حته واحده. صلاح فري حر، وده طبعا احسن لنا كتير، بيجي يمين وبيجي شمال وبيخش نص. انما انت عايز ايه؟ حسبته اثنين يمين عشان مارسيلو عايز تقفل على بيجرب. بص يا استاذ احمد عنده ماتشين ومش فارق معاه خلاص، مركزه في الدوري مش فارق معاه، فهو بيحط تجارب عشان كل ده سيناريوهات لكيف لنهايه كيف ل 26 مايو، وده صح. ده مدرب شابوه ليه انك انت بتدرب. لو انت يعني شايف ان وجهه نظره سليمه في انه يلعب طبعا بيجرب، هو بيجرب، هو مش هيلعب كده، هو بيشوف ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه، ولو حطهم على بعض هيعملوا ايه، هيلخبطوا بعض ولا هيبقوا لاين. انت عارف لو اتنين لعبوا ناحيه اليمين وكانوا اقوياء جدا، قفلوا مارسيلو او فتحوا شارع في ناحيته. انت لو خطفت جون في الاول وخدت واستغلت، على فكره مارسيلو مهاجم قوي جدا كجناح، مدافع مش قوي،
فانت لو خدت ناحيته دي ولعبت عليها ده فكر مدرب يا اخوانا فوقه. انتوا بتبصوا لحاجات تحت رجليكم وصلاح يجي. انت قصدك تقول لي فوق مش فوق. لا انا قصدي على المتابعين الناس اللي زعلانه من صلاح الناس ومتضايقه منه وما جابش اجوان. احنا القصه كلها الراجل بيدرب. بص تارجت. انت بص يا استاذ احمد في حاجه كمان الناس مش عارفاها. انت اول كل سنه رئيس النادي بيقعد مع المدير الفني صلاح بيقول له 33 هدف وصلاح 31. ميسي النهارده احرز الهدف اصبح 33 صلاح هو يعني بنسبه تقريبا 99% خلاص صلاح ابتعد تماما عن حته ان هو ياخد الحذاء الذهبي. خلينا نقول بقى له ماتش واحد وميسي بقى له ثلاث ماتشات. ميسي في اخر ماتش جاب هاتريك والنهارده جاب جون في ريال مدريد. فخلاص ننسى القصه دي. خلينا في اللي احنا قدامنا. هداف الانجليش بريمير ليج هداف الدوري الانجليزي خلاص الموضوع تقريبا اصبح محسوم مع هاري كين. خلص برضه مشكله مش مشكله. ده خلاص خدها صلاح خد احسن لاعب باذن الله رب العالمين. بص حضرتك التارجت لو خد التشامبيونز ليج قسما بالله تفرق كتير. ممكن جدا ياخد بالون دور. ممكن جدا جدا تلاقيه في ريال مدريد او في البارسا غير ان انت لو خسرت في النهايه ولا كانك عملت اي حاجه. برضه مشاركتك مع منتخب مصر انك اصابه لا قدر الله. حضرتك راجل يعني بصراحه يعني علامه يا استاذ احمد يعني وانا بستمتع بالكلام مع حضرتك. شايف صلاح لعبه يصلح مع البارسا افضل ولا مع ريال مدريد؟ يعني طريقه لعبه تنفع مع مين فيهم؟ يعني برشلونه ولا ريال؟ انا من وجهه نظري طبعا انا اصلا انت عارف حضرتك انا كتالوني حتى النخاع يعني لا انا بغض النظر عن انتماء انا بتكلم على صلاح. صلاح طريقه لعبه انا شايفه ينفع مع الريال احسن اكتر مع ريال. لان صلاح عنده مع طريقه لعب برشلونه في اللعب البساط صلاح مش طريقه لعب بساط كتير. صلاح سريع والكونتر اتاك عنده عالي جدا. ريال مدريد بص هجماتهم 2 3 وتلاقيه عند الجول. بس انا مش محبذ برشلونه بيقعدوا يحضروا اقول لك على حاجه. طيب من وجهه نظري يعني متواضع يعني اتفضل انا مش محبذ ان صلاح يروح هنا ولا هنا وانا معاك. لان كده مهما هيروح يعني هيقول بيخدم على ميسي هنا وانا معاك وانا معاك قلبا وقالبا. على الاقل اتليست لازم موسم كمان مع ليفربول يعني يقعد سنه ثاني في ليفربول على الاقل يعمل مجد وبعد كده يروح في اي مكان ثاني تكون حتى الصوره بانت. وانا قلت لحضرتك برضو هنا في الحلقه اللي فاتت انه ما هوش تارجت برشلونه وهيبقى ليه دور ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله باذن الله. بس ربنا يسهل في زمايله يساعدوه يعني تارجت. شايف ان انت قلت كلمه من كام يوم قلت لي قلت صلاح حجازي محمود حسن تريزيجيه بعد كده كل ايه قلت كلمه كده خلاص بقى عشان ناس في ناس كده زعلت مني كلهم يعني كلهم مش قد المستوى يعني مش قد يعني كده افضل يعني حرام نقطه ظريفه يعني. فانما صراحه هم دول بص لاحظ حضرتك كمان ايه عشان بس الناس تعرف ان انا بقولش كلام من هوا. بص حضرتك تريزيجيه عامل ايه في الدوري التركي. اختاروه النهارده مبروك عايزين نبارك له احسن لاعب محترف في الدوري التركي. الراجل متالق هداف اساسي. بص حضرتك اساسي. بص حجازي حجازي على فكره برضه بهنيه عمل مباراه اكثر من رائعه مع توتنهام وكسب. ما هو تريزيجيه ما احنا قلنا طبعا في الدوري مع قاسم باشا في الدوري التركي عامل شغل غير عادي والناس حتى مستغربه ازاي ده بيلعب في الدوري التركي وان شاء الله باذن الله يروح نادي اقوى. تريزيجيه اساسي وهداف. حجازي عامل مباراه روعه يا استاذ احمد والله العظيم. للاسف الشديد وسط بروميتش البيون يعني الفريق يعني هيهبط او قبق او قوسين الادنى من الهبوط انما انقذ نفسه في اخر ماتش كسب توتنهام اللي هو الرابع ومنافسه رهيبه جدا في الوقت البدل الضايع 1-0. حجازي عمل مباراه اكتر من رائعه ممكن يبقى مان اوف ذا ماتش وكل الناس اشادوا بيه. بيعمل ماتشات حلوه جدا اساسي في فريقه. وطبعا صلاح الثلاثه اللي بقول لك عليهم. بص بقى بقيت منتخب مصر عشان تعرفوا بس ان انا ما بكلمش كلام من الهوا. هاتوا بقيت منتخب مصر. بصوا كهربا بيلعب اساسي ولا مش اساسي. بصوا عبشافي اساسي ولا مش اساسي. بصوا رمضان صبحي. الثلاثه اللي انا بقولهم دول للناس اللي بتحلل وفاهمه كوره صح. الثلاثه اساسي في فرقهم. الثلاثه كل الناس بتشد بيهم. الثلاثه عاملين مواسم اكتر من رائعه وليهم تاثير واضح جدا. حتى حجازي رغم ان فريقه يكاد يكون هبط للتشامبيونشيب من اللي هو الدوري الدرجه الثانيه. فالثلاثة جامدين جدا. الارقام بتقول والمستويات بتقول. انا مش متجني على حد من لعيبه مصر والله يا استاذ احمد. فطبعا ربنا يسهل يعني. ستوك سيتي طبعا للاسف الشديد فريق رمضان صبحي كان في الماتش الاخير يعني كان بيلعب كريستال بالاس ومتقدم 1-0 لحد الدقيقه 67. حاجه غريبه جدا هو هبط الفريق بتاعه. ما بقول لحضرتك حاجه غريبه جدا. الفوز ده كان بيبقى يعني بنسبه كبيره ما يهبطش. هو نزل رمضان صبحي. بقول لك على حاجه بصراحه مش شايف رمضان صبحي ظلم نفسه ان هو راح الدوري الانجليزي؟ لا خالص. ظلم نفسه انه ما بيشتغلش على نفسه. ظلم نفسه ان هو ما بيتدربش كويس. ظلم نفسه طلع بدري خالص. لا بالعكس. لما ميدو طالع كام؟ بالعكس يا استاذ احمد ده في ناس بتطلع 15 و16 سنه. اشتغل على نفسه.
رمضان صبحي لعيب حريف جدا، تالنتد جدا جدا، انما ما بيشتغلش على نفسه. طب ايه المطلوب منه عشان يقعد؟ التزام، تنام بدري، تاكل كويس، تتدرب كويس، تسمع كلام مدربك، تتعاون مع زمايلك، لو لقيت حاجه ناقصه فيك تروح تنميها انت، تروح قبل زمايلك. طب وانت شايفه مش هو في حاجه في خلل عنده؟ طبعا مش ملتزم، طبعا مش ملتزم، باين جدا جدا، وما هوش سيريس، ما هوش سيريس حتى في لعبه، يعني عارف لعبه يعني زي ما نقول كده ايه، روح وجرندت لعيبه الاهلي، حتى هو في الاهلي ما هوش فيها، ما بينزلش ياكل النجيله كده، ما تحسش ان هو ايه يعني بيدلع، عاش لعبه نمط زي اللي هنا، لعبه طري بتدلع، ما هوش قوي في لعبه، مش اجريسيف. بص ميسي ورونالدو، بص بيعمل ايه، شفت لما الكابتن مدحت شايف بيقول لك اللعيبه المصريين بيغل، شفت بيقول لك بيغل، انا 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 على فكره المصطلح ده فرحت بيه، لعيبه الزمالك في ماتش الاهلي كانوا بيغلوا، برافو عليهم. اذا عملوا زي ما الاهلي بيعمل، الجرينتا والروح بتاعت الاهلي اتنقلت للزمالك في الماتش ده، عشان كده لعلمك لما حد بيلعب مع الاهلي نفس الطريقه دي بيتغلب. برافو عليك، برافو عليك. وانا دايما قلت لهم انا كنت مع حضرتك في قناه ثانيه، قلت لك جينات البطوله بتجري في عروق ودم لعيبي الاهلي، بينزلوا التعادل بالنسبه لهم كارثه، بص حضرتك بيبقوا هيعملوا هيموتوا، انما لعيبه الزمالك تلاقيهم يعني حتى في حاجه غريبه جدا، حتى واحد لبط نظر ليه، يعني لعيبه الزمالك برضه بترجع وترجع الحته دي لا والله يعني السجود، لعيبه الزمالك تلاقيهم بيسجدوا وهم مغلوب وهو متعادل، يعني دايما السجود ده بيبقى شكر لربنا سبحانه وتعالى. طبعا. يعني انت حاجه غريبه جدا. ما انا بشكر ربنا على اي حاجه يا استاذ، هم يعني التقوى حلو قوي كده، مش الدرجات دي يعني التقوى بتاع اللعيبه يعني. طب ما تلعب يا اخي، العب وابذل المجهود، اللي بيتقي ربنا يحسن عمله، صح؟ اكيد بالظبط، يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عمل اتقنه، اتقن وموت نفسك والعب، واحنا ساعتها هقول لك شابوه وشكرا، ومحدش فينا هيزعل من اللعيبه، انما احنا كنا بنشوف اللعيبه بتتدلع اخر دلع، وبيضحكوا وبينزلوا يخرجوا يسهروا وبيتصوروا وبيطلعوا في البرامج، ايه يا عم في ايه؟ بص لعيبه الاهلي اللعيب بيهم بتبقى وسط الجماهير كمان، يوم ما بيخسروا ماتش تلاقي الجماهير يعني شايف ان الاهلي تاكلهم بسنانهم. الاهلي ما فيش اي عوامل ثانيه بتساعدهم ان هم يفوزوا يا استاذ احمد؟ لا في ايه يعني غير الحماس الخارجية لعبهم وتدريبات وكده؟ احنا قلنا طبعا برضو في مساعده من الدوله، لان هم نادي الشعبيه الاولى والاكثر المصريين اهلاويه، فالدوله بتحب ان تفرح الدوله. يعني معلش يعني الدوله بتعمل ايه؟ طيب يعني مش عايز ندخل في حته زي كده برضو. بلاش يعني برضو هم يعني عايز تقول مثلا ان هم، انا عايز تقول ان الاهلي مشكله عبد الله السعيد يا استاذ احمد دي لو في اي بلد عاديه انا مش عايز اتكلم، كانت الدنيا قامت بالمنظر ده. لعيب راح الزمالك مع الف سلام، ما ياما كتير جدا، ما هو رضا عبد العال راح الاهلي، وجده كان في كان حسام حسن جابه الزمالك وراح الاهلي، لعيب راح يروح الزمالك. اقول لك على حاجه كمان، هل الدنيا تقوم وتقعد كده للدرجه دي؟ ايه 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 اللي بيحصل؟ وفي صفقه قريب كمان للزمالك، ما هو بيقال انا يعني يعني ربنا يستر، بس يا ريت بس ايه ما حدش يتكلم عنها، لما خلاص يتأيد في اتحاد الكوره، انما ده المشكله. انا قلت على سياده المستشار مرتضى منصور، قلت له ان اللجنه هي اللي طلعت الكلام الصراحه، مش هو مش سياده المستشار راح مع احمد موسى، مع الاستاذ احمد موسى في صدى البلد بعد ما الخبر اتسرب يعني. انا 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 بس هو من قبل اللجنه هو بيقول ان في صفقه لا لا لا، كانت اللجنه جات وكان بيقول الكلام ده، اللجنه موجوده جايز، يبقى اللجنه اللي سربت الله. طيب يعني ده شايف حاجه طبيعيه؟ دي حاجه مش طبيعيه يعني، ما ف يعني يعني نتمنى بس ان ايه يعني العداله. انا والله العظيم العداله هي اللي بطلبها وبناشدها، والحق، والاهلي ياخد الدوري 100 سنه لقدام، السنه دي مثلا عشان جماهير الاهلي برضو اللي بتزعل، الاهلي خد الدوري السنه دي، هل في حد اتكلم؟ هل حد قال تحكيم؟ حد قال مساندات؟ لا. الاهلي كسب الدوري، مستواه ثابت، بيلعب ماتشات قويه، قدم عروض قويه، كلنا حييناه واحترمناه، ما قلناش اي حاجه، فاحنا يعني اعطي كل ذي حق حقه وخلاص، والمركب بتمشي والدنيا ما فيش حد الاهلي كسب الدوري 40 مره وهياخده 50 60 مره لسه جايين، وما فيش مشكله، يعني الدنيا بتروح وتيجي. فنرجع تاني للعالميه بقى احسن، العالميه نرجع تاني عشان هنقول النهارده احنا خلاص علقنا على صلاح، وقلنا صلاح برضو الاهتزاز ده راجع لسببين، حته المشكله والحمد لله اتحلت او في طريقها للحل، وحته ان هو عن الدوافع وبيخطط بيوفر مجهوده بيوفر خايف على اصاباته عشان عنده حاجات اهم، وده في شغل مع المدرب بتاعه الالماني يورجن كلوب. النهارده في بقى حاجات يعني ايه هنقولها، انا مش عارف الوقت قد ايه، نخش الكلاسيكو على طول ولا نقول؟ قول. طيب خد راحتك. عندنا سير اليكس فيرجسون، طبعا يا ريت كل الناس، طبعا الاسكتلندي اليكس فيرجسون 76 سنه، طبعا ده مدير فني مانشستر يونايتد، 26 سنه، عنده نزيف في المخ وحالته خطيره، بنتوجه له جميعا بالدعاء، ربنا يا رب يشفيه ويقوم بالسلامه، ده من علامات، ده اسطوره من اساطير كره القدم، العالم كله واقف معاه. طبعا ده واخد لقب سير من ملكه انجلترا، ده الراجل غير عادي، راجل غير عادي، 26 سنه مدير فني لمانشستر يونايتد، المارد الاحمر طبعا، الشياطين الحمر، الديفلز في انجلترا، فبنقول له يا رب ربنا يشفيه ويعافيه ويعفو عنه. النهارده كان في وداع حزين
للفرنسي أرسن فينجر المدير الفني للجانرز المدفعجية الأرسنال الإنجليزي، ودع النهاردة ملعب الإمارات بعد 22 سنة قضاهم في قلعة أرسنال، حقق فيهم 17 بطولة للأسف الشديد. النهاردة ودع بخماسية في بيرنلي، إنما سنة مخيبة للأمال، وده حزين. خرج خالي الوفاض، اختنش سادس، مفيش تشامبيونز ليج لسه من أيام، ودع سيمي فاينال يوروبا ليج على يد أتلتيكو مدريد 1 في الإمارات و 0-1 في واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الأسباني. خسر طبعا الدوري الإنجليزي البريمير ليج، خسر طبعا كاس الرابطة، خسر كاس الاتحاد الإنجليزي، ودع وداع حزين النهاردة. يعني برضو أسطورة، ومهما يعني شئنا وأبينا رجل هيفضل التاريخ هيخلده. النهاردة الراجل عايز بس إيه، لو برضو الأستاذ أمين والأستاذ محمد يجيبوا لنا، بص الوداع الراقي بعد نهاية المباراة. أولا الجماهير كلها رغم إن هي طلبت برحيله وكلها مش طايقاه، إنما الجماهير كلها لابسة تيشيرتات باللون الأرسنال اللي هو الأحمر، ومكتوب عليها ميرسي ميرسي أرسن. اللعيبه بتاعه الارسنال كلها لبست تيشيرتات بقى بيضاء عكس الجماهير، مكتوب عليها برضو ميرسي ارسن، وعملوا له مره شرفي. الراجل القى كلمه، بص حضرتك الرقي وبص الرياضه والاخلاق، اول الكلمه اول حاجه قالها بتمنى الشفاء لصديقي واخي السير اليكس فيركسون. شوف وعز وهو بيعتزل وبيسيب مش ناسيه. الحاجه الثانيه قال انا بعتذر للجماهير، انا زهقتكم وقعدت معاكم فتره طويله وعارف ان انتوا متضايقين مني، بس انا صعب عليا اسيب المكان، انا مشجع في الاصل لهذا النادي وبحبه وبعشقه، وكنت اتمنى افضل فيه اكتر من كده، وكنت بحاول اصلح واخد بطولات، بس الظروف ساعات ما بتساعدش، وعايز هفضل اقول لكم ان انتوا هتفضلوا في قلبي وهفضل احبكم وهفضل اشجع الارسنال. شوف الراجل روحه عامله ازاي ومشاعره عامله ازاي، حاجه بمنتهى العظمه والجمال. وهو بيودع كمان بيحيي الجماهير، طفل الطفل ده ما شافوش ولا شاف انجازات، كاتب له ساين لفتة كده بيقول له نفسي في الجرافطه بتاعتك الطيب بتاع ده، هي بيلبس دايما جرافطه حمراء بلون. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. الراجل بقمه الادب، شوف سنه قد ايه وقيمته قد ايه، قلع الجرافطه بتاعته وادها للطفل، منتهى الجمال، منتهى التواضع. حاجه ثانيه مختلفه في الثقافه على ايه، حاجه عايزين بس الناس تبص. بص يا مشجعين الكوره في مصر، بصوا الروح الرياضيه. الراجل خرج خالي الوفاض والناس بتطالب برحيله، ما شتمتوش بقى ولا رميته بحاجه ولا حاجه، بتحييه ولابسه التيشيرت بتقول له ميرسي ميرسي ارسن بلغته الفرنسيه لان هو فرنسي طبعا. وداع حزين. الوداع الحزين الثاني النهارده، المشهد برضو انا نفسي الدموع جريت في عينيا، لان انا عاشق لحاجه اسمها الفنان الرسام المايسترو اندرياس انيستا، طبعا نجم طبعا برشلونه ومنتخب اسبانيا. النهارده برضو ودع قلعه الكامب نو اخر كلاسيكو ليه النهارده، بعد برضو بالمصادفه 22 سنه، دخل برشلونه وعنده 11 سنه، مشي وعنده 33 سنه، ودع النهارده والحمد لله. الماتش طلع تعادل عشان ما يبقاش وداع مخيب، ودع واخد دوري واخد كاس، انما ما وفقش في التشامبيونز ليج، خلاص هرايح على الصين. احترف في نادي في الصين بعوائد ماليه رهيبه جدا جدا، من ضمنها ان هو عنده مصنع للخمور، واخدين 10% من انتاج المصنع بتاعه هيودوها الصين ويسوقوها له هناك، النادي اللي هو رايح له. فطبعا اغراءات ماليه غير عاديه، كان نفسه بيب جوارديولا ياخده المان سيتي، انما هو رفض لان طبعا هو خلاص بيفنش، فبص الفلوس شويه. فاندريس انيستا طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه عن اندريس انيستا برضو. فضل. انا قلتها وبقولها دايما، كره القدم يجب ان تخجل من نفسها طيله عمرها حتى قيام الساعه، ان لاعب بقيمه ووزن اندرياس انيستا لا يحصل على الكره الذهبيه البالون دور طيله حياته. لاعب عمل كل ما يمكن عمله، لا بس للاسف هو موجود في زمن الدون كريستيانو رونالدو والبرغوث ليونيل ميسي، عمل كل ما يمكن عمله، احرز كاس عالم مع منتخب اسبانيا، احرز امم اوروبا مرتين مع منتخب اسبانيا، احرز جميع البطولات مع برشلونه، واخد النهارده بعد تتويجه بالدوري والكاس واخد 32 بطوله مع البارسا في 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 الفتره زمان اللي لعب فيها دي البارسا، يعني يعمل اكتر من كده ايه. ومجله فرانس فوتبول دي لحضرتك برضو قدمت اعتذار رسمي، اللي هي بتمنح جائزه الكره الذهبيه، قالت له احنا اسفين ان انت في يوم من الايام لم تمنح الكره الذهبيه. بص الجمال والرقي برضو على حاجه محترمه طبعا. احمد انا ببقى سعيد جدا بي. احنا كلاسيكو، طيب نقول بس الكلاسيكو في دقيقه عشان بس الناس. هو طبعا الكلاسيكو النهارده طبعا كان برشلونه، كان مباراه برشلونه على ملعب كامب نو النهارده، الملعب ده بيسع ماشي 99,354 مشجع، حضر النهارده 97,939. المباراه انتهت نهايه زي ما نقول يعني شبه عادله، يعني للطرفين بهدفين. في حاجه ظريفه اتحكيت لي، كان مع واحد صديقي يعني بيحضر مباراه ريال مدريد، بيبقى رونالدو لو بيجي يلعب
بيقول لك الاستاد عادي بيبقى في حته طالعه في الاستاد كده تمام، بيبقوا اصحابه قاعدين فيه، بيبقى مخصص مدرج معين لاصحابه عشان يبقى شايفهم كويس، بيبقى شايفهم بيطلع هيروح لهم لما بيروح لهم هناك في عند الكورنر ده تمام. فهو صديق حضر راح حضر المباراه دي هناك. بس ده كانت اكيد في سان دييغو برنابيو في ملعب الريال. بيروح لهم هناك في مدريد، بيبص لهم بيبص لزمايله، ولما بيروح هناك بيبص لزمايله بيبقى في مكان مخصص لهم، تبقى طالع تمام، طالعه بعيد عن بارز بارز كده، بيدوا له جرينتا والروح حاجه يعني بصراحه. ايه ده، ايه الجمال؟ طبعا جميل طبعا جدا. احنا عايزين نعمل حاجه زي كده ايمن حفني. يا ريت لكاسونجو. فالمباراه النهارده 2-2. الغريب في الماتش النهارده يا استاذ احمد على السريع كده، ان كانت الفرقه اللي كانت بتسود المباراه وتبقى متسيده بتمنى بهدف. يعني برشلونه بدات المباراه متسيده المباراه في اول 10 دقائق، جابوا جون، مكملين تسيد غير عادي. اول هجمه للريال اتعادلوا بجون في الدقيقه 15 لرونالدو، وتقدم سواريز للبارسا. بعد كده الريال بدا هو اللي ركب الماتش، ورونالدو ضيع انفرادين وضيع كره ثابته في الاخر اللي طرد فيها سيرجيو روبرتو، طرد مباشر لتعديه بالضرب على مارسيلو. ضيع ثلاث فرص غريبه ومتسيد. بدا الشوط الثاني برده ريال متسيد، ومع ذلك في ظل التسيد ده في الدقيقه 52 ميسي يقوم جايب الهدف الثاني. بعد الهدف الثاني برشلونه تسيد وميسي ضيع انفراد وتواصل المباراه وفي ظل تسيد برشلونه يقوم جاريس بيل احرز هدف التعادل للريال، وتنتهي المباراه 2-2 نهايه دراماتيكيه. الحكم كان ليس على مستوى المباراه، عشان برضو نقول برضو التحكيم المصري برضو ساعات بيبقى مظلوم ليه وعليه، زي حكم مباراه الاهلي والزمالك كان ضعيف، خلى الماتش يبقى متوتر، ما خلاش اللعيبه تاخد جزائها. النهارده اللعيبه تطاولت على بعض جدا، كان في معارك حربيه. ريال مدريد احقان للحق، الهدف الثاني لميسي فاول على لويس سواريز لوزيتو لصالح فران. انا عايز اكمل معاك والله، بس الوقت طبعا تمام شغلين. وكان في بلينتي لمارسيلو على جوردي ألب. يعني ريال مدريد النهارده ظلم في كورتين، تعادل يعني بطعم الفوز لبرشلونه، مخيب شويه للريال ويرضي جميع الاطراف ان شاء الله. حبيبي يا استاذ احمد، ميرسي يا فندم. سؤال اخير قبل ما نختم، توقعاتك لمباراه الزمالك والاسماعيلي بكره ايه؟ باذن الله رب العالمين ان شاء الله زي ما قلت، لو الزمالك لعب بالروح نفس روح الاهلي والانتاج الحربي ان شاء الله باذن الله الزمالك هيكسب. ولو الزمالك حط هدف مبكر ان شاء الله ماتش هيخلص سكور. سعيد بك يا استاذ احمد، نورتنا وشرفتنا، وكل عام وحضرتك بخير. حضرتك بصحة الاسبوع الجاي ان شاء الله معايا، بس تكون في وقت اكتر من كده ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي لحضرتك، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده ونهايه حلقه الاسبوع، والاسبوع الجاي ان شاء الله معاكم يوم الجمعه مع ملعب الشريف. وكل عام وحضرتكم بخير، صفقه قرن جديده. السلام عليكم.